الله راك معنا على المباشر اكيد الحمايه المدنيه كالعاده والمعتاد مرافق وشريك لبرنامج الشروق مورنينغ، اليس كذلك؟ تحيه صباحيه عطره لك سيدي الفاضل ومن خلالك الى كل الزميلات والزملاء في الاستوديو. صباح الخير كل متابعينا عبر قناه شروق نيوز. طبعا مصالح الحمايه المدنيه تدخلت على اثر التقلبات الجويه التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، وهذا خلال فترة ممتدة من 24/2/24 إلى غاية حتى الساعة 8 ليلا. التدخلات كانت على النحو التالي: على مستوى ولاية البويرة ببلدية الأصنام تدخلت مصالحنا من أجل إخراج سيارتين عالقتين بسبب الجليد والثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة آسول منطقة تيكجدة، حيث تم إخراج 4 سيارات كان على متنها 7 أشخاص. الطريق الوطني رقم 33 كان حركة فيه السير تقريبا نقول بطيئة أو منعدمة بسبب تراكم الثلوج على مستوى هذه المنطقة. بلدية سهاريج الطريق الوطني رقم 30 كان مغلق كذلك على مستوى فشتي زيد نيكولان بسبب تراكم الثلوج، وتدخلت مصالحنا رفقة مصالح الدرك الوطني والأشغال العمومية والجماعة المحلية المنتخبة من أجل إزاحة الثلوج من هذه المنطقة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها. كذلك تدخل آخر على مستوى ولاية المدية بلدية مشكاو، إخراج 8 سيارات لها صعوبة في السير بطريق السيار شمال جنوب بالمنطقة المسمى ماسكوني، كما تم إجلاء مرير من المكان المسمى عين الحجر بطريق الولائي رقم 89 من المركبة الخاصة به وتحويله على جناح السرعة إلى مستشفى المدية عن طريق سيارة الإسعاف التابعة لجهاز الحماية المدنية. على مستوى ولاية غليزان ببلدية مازونة تم تسجيل انهيار جدار غرفة داخل مسكن إثر تساقط الأمطار بدون تسجيل أي خسائر بشرية تذكر. على مستوى ولاية الجزائر العاصمة ببلدية زيرالدا سجلت مصالحنا انهيار جدار وسقف غرفة لمسكن أرضي لبناية قديمة دون تسجيل أي خسائر بشرية تذكر في هذا الموضوع. على مستوى بلدية الحراش سجلت مصالحنا انهيار جزء من الجدار الخارجي لمسكن فوضوي دون تسجيل خسائر بشرية، وذلك بحي 11 ديسمبر شارع 6 واد وشايح. على مستوى ولاية سيدي بلعباس بلدية سيدي إبراهيم تدخلت مصالحنا على مستوى الطريق الوطني رقم 13 الذي كان فيه صعوبة المسلك بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتساقطة، وهذا باتجاه سيدي إبراهيم نحو ولاية سيدي بلعباس. على مستوى ولاية تيسمسيلت بلدية الأرجام تدخلت مصالحنا من أجل امتصاص مياه الأمطار المتراكمة ببعض المساكن الأرضية بحي مونيس أحمد وبعض المنازل بحي 138 مسكن. على مستوى ولاية البليدة بلدية عين رمانة تدخلت مصالحنا من أجل إخراج 6 سيارات محصورة في طريق الضايع، وذلك بسبب تساقط الثلوج على مستوى هذه المنطقة التي عرفت تساقط معتبر للثلوج والبرد والصقيع خاصة المرتفعات التي زاد علوها عن 1000 متر. إلى غاية اللحظة لم تسجل مصالحنا أي خسائر بشرية تذكر على مستوى مختلف التدخلات التي سجلتها ذات المصالح في الظروف المناخية الاستثنائية التي عرفتها مختلف ولاية الوطن. هذا وتبقي المديرية العامة للحماية المدنية الأجهزة الأمنية الخاصة بتأمين الطرقات وشبكة الطرق خاصة النقاط السوداء اللي تعرف حركية مرورية، أو على مستوى الولايات التي ما زالت فيها البرقية الجو سريعة المفعول فهناك جهاز أمني مسخر على مستوى هذه المناطق بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم المساعدة للمواطنين سواء على مستوى شبكة الطرق أو على مستوى القرى والمداشر والأحياء والمدن القيام بدوريات استطلاعية لطمأنينة المواطنين وترقب كل تطورات الوضع خاصة المناطق اللي تعرفت ارتفاع. طيب سيد كريم، ربما حبيت نسقسيك على مدى أهمية التنسيق بين مختلف الأسلاك الأمنية الأخرى. طبعا هناك تحت تنظيم محكم بين مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية والأمن الوطني والأشغال العمومية وكذلك الجماعة المحلية المنتخبة. طبعا على المستوى المركزي على مستوى القيادة المركزية، على المستوى المحلي هناك تركيز بين والتنسيق بين المديريات الولائية للحماية المدنية والقطاعات الشركة والفعالة. طبعا دائما تحت إشراف السادة ولاة الجمهورية الذين يتابعون عن كثب تطورات الوضع في كل ولاية الوطن، وهذا من خلال خلايا المتابعة المنصبة على مستوى الولايات والخلية المركزية المنصبة على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية طبعا الذي يتابعها السيد المدير العام العقيب وعلى مغلاف والطاقم المسير للمديرية العامة من أجل إعطاء تعليمات وتوجيهات بخصوص الولايات التي عرفت ارتفاع من سمية الأمطار أو تساقط الثلوج أو كانت فيها حركة مرور بطيئة بسبب هذه الأخيرة. طيب سيد كريم، حوادث بالنسبة لحوادث المرور هل في زيادة، هل في ارتفاع، خاصة أنه نعرف أنه في لما يكون اضطرابات أحوال الطقس يعني يكون في زيادة نوعا ما في ربما حوادث المرور، هل في هذه الفترة وفي هذه الأيام في زيادة أو لا؟ والله مش نقول لك زميلي المحترم، احنا المديرية العامة للحماية المدنية
راهي في كل مرة تقدم حصيلة لحوادث المرور. وإذا تكلمنا على تقارن حالة الجو مع الحوادث المرورية، نقول على مستوى الحوادث المرورية سجلنا وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حدث مرور بولاية سيدي بلعباس، وهذا على الساعة 4:17. الحادث وقع بين اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بلدية سيدي حمادوش دائرة عين البرد. قلت الحادث خلف لنا 3 وفيات في عين المكان، تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. هذا يتقارن مع حالة الجو اللي كذلك خلفنا من خلالها وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حدث مرور بولاية عين دفلة، وهذا على الساعة 10:10 من أجل قلت حادث مرور وقع بين الشاحنة والسيارة مستوى الطريق السيارة الشرغب بالمكان المسمى عين الحاج بلدية ودائرة جليدة. خلف الحادث وفاة شخص إلى تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 4 آخرين. إذا تكلمنا على مستوى ولاية المدية، عندنا حادث مرور أليم وقع كذلك بعد اصطدام سيارة اصطدام سيارة بدراجة نارية، خلف لنا وفاة في عين المكان لشاب يبلغ من العمر 18 سنة. طبعا هذه الأحداث جاءت متقارنة، وحالة الجو الذي كان فيها ضباب، كان فيها صقيع، كان فيها جليد، كان فيها نقدر نقول نوع من الانزلاق للمركبات بسبب الزخات الأولى من المطر أو من الصقيع، بالإضافة إلى ربما نقدر نقول سلوكات سلبية اللي نتكلم على التهور أثناء السياقة، المجازفة والمشاحنة والمخاطرة، وكذلك عدم القيام بالصيانة الدورية للمركبات خاصة الإطارات المتآكلة لبنو، عدم جودة المكابح ومسيحة الزجاج والإضاءة الإنارة والإشارة والغمازات، كلها أسباب تدخل في هذه الحوادث المرورية. إلى جانب هذا هناك حوادث أخرى تتعلق بالتسمم بأول أكسيد الكربون الذي جاء بعد موجة البرد التي عرفتها ولاية الوطن، شيء الذي دفع بالعائلة الكريمة لاستعمال أدوات تسخين وتدفئة. وفي بعض المرات يكون استعمال غير عقلاني لهذه المادة مع عدم مراعاة منافذ التهوية يخلف لنا تسمم للأشخاص بأول أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء أو مسخن الحمام أو المدفع. فكل هذه الإجراءات وضعتها المديرية العامة للحماية المدنية قبل بداية صلاحية هذه البرقية على حالة الجو، وذكرت المواطنين بماهية الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل الظروف المناخية الاستثنائية اللي راح تعيشها بلادنا خلال 48 ساعة أو 72 ساعة الماضية. هذا ونخليه هذا البيان الصحفي وهذا البلاغ ساري المفعول إلى غاية نهاية برقية الأحوال الجوية. طيب سيد كريم، ربما نقطة إضافية فقط نحب نطرق لها بالنسبة للمنتزهات الجبلية والمرتفعات المقصودة عفوا في هذه الأيام. سؤال من فضلك ما سمعتكش. حبيت نحكي فقط على المنتزهات الجبلية المقصودة في هذه الأيام بما أنه في ثلوج في مختلف المناطق والجبال كمشريعة وغيرها. طيب نصيحة ربما كلمة تقدمها للناس والمواطنين لتفادي كل هذه الحوادث. طبعا سيدي الفاضل احنا نقول للعائلات الكريمة من خلال تنقلاتهم في حركة المرور وعلى مستوى شبكة الطرق ولا القاصدين المناطق اللي فيها نقول ثلوج ونقول فيها تساقط، نقولهم بضرورة توخي الحيطة والحذر لتفادي الاكتظاظ المروري. وهذا شيء جميل سجلناه يوم أمس في دوريات استطلاعية إلى منطقة الشريعة، سجلنا عدم وجود اكتظاظ مروري. هذا الدليل على ثقافة وقائية اكتسبها المواطن الجزائري بمختلف تشكيلات نتاعه، وهذا لتفادي الاكتظاظ المروري ومخلفات الاكتظاظ اللي تخلفها شبكة الطرق خاصة في ظل التساقط. إذن مليح المواطن الآن يتبع نشرات الجو، يتبع وسائل الإعلام على المستوى المحلي الإذاعات المحلية وكذلك القنوات التلفزيونية قناة الشروق والتلفزيون العمومي والقنوات الأخرى. كل هذه المتابعة وكل هذه الثقافة الوقائية تخلينا احنا كرجال الحماية المدنية نقلصوا فاتورة الخسائر سواء في الأرواح والممتلكات. فإذا شفنا على مستوى منطقة الشريعة يوم أمس ما كانش اكتظاظ مروري، هذا دليل على أن المواطن التزم بجملة الإجراءات الوقائية التي ذكرناها احنا على مستوى القنوات الإعلامية، وكذلك لزملائنا الصحفيين ينبهوا بها في كل منبر إعلامي للمواطنين حتى يتفادوا هذاك الصعود إلى قمم الجبال من أجل الفسحة والنزهة، لكن راح يخلف لنا اكتظاظ مروري. إذن جملة من الإجراءات الوقائية وضعناها عند المواطن الكريم، كانت هناك استجابة قوية من طرف المواطن، وهذا شيء يخلينا نفرح ويخلينا أننا نسعد أننا الرسائل اللي رانا نقدموا فيها والحملات التحسيسية أي أتت الثمار تاعها. شكرا لك سيد عبد الكريم بن فحصي على هذا المداخلة، وجميل أن نرى هذا الكلام من طرف حماية المدنية الرفيق والشريك للبرنامج فيما يخص وعي المواطنين. شكرا لك مرة أخرى.